الآن في طريقنا صعودا إلى قرية وكان، هذه القرية التي كثر الحديث عنها وعن صيامها في رمضان، أشغلت الرأي العام في الوطن العربي لفترة معينة من الزمن، سواء الإعلام المرئي أو المقروء، عن حقيقة صيامها في رمضان وحقيقة شروق الشمس عليها 3 ساعات فقط. هذه القرية أمامنا الآن، نصل إن شاء الله ونرى أو نطلع على حقيقة هذه الأقاويل التي كثرت عنها في الآونة الأخيرة. وصلنا الآن إلى قرية وكان، هذه القرية التي تقع في سلسلة الجبال العمانية الشاهقة التي نراها الآن في الصورة في ولاية نخل. أحد أهم أسباب هذه الإشاعات قد تكون هذه الجبال. الإشاعات تقول أنها تصوم فقط 3 ساعات في رمضان. ندخل إلى داخل القرية ونستطلع حقيقة هذه الإشاعات. بعد مزارع رمان ما شاء الله. السلام عليكم، كيف حالك؟ السلام عليكم الوالد، كيف حالك؟ شلونك؟ طيب ان شاء الله، الله يرضى عليك. خير الله الحمد. الآن راح نصعد إلى أعلى الجبل لالتقاط بعض الصور والمقاطع للقرية من الأعلى، تقريبا 700 درجة أو 700 عتبة، وبعدها إن شاء الله ننزل ونعمل لقاءات ونشوف حقيقة هذا الكلام اللي دار حول قرية وكان في سلطنة عمان. الشمس بوجهنا، فمضطرين أن نروح ونخلي الشمس خلفنا عشان تظهر القرية بشكل جميل. شوفوا معاي المرتفعات والنخيل فيها، القرية رهيبة فعلا، طبيعة ولا أروع. لحد الآن صعدنا تقريبا 200 عتبة، راح أشوف في آخر رحلة كم نقص وزني. العيون والنخيل والتين والمشمش والرمان في كل مكان في قرية وكان. صراحة ما توقعت أن تكون بهذا الجمال، غير عن المعلومات عنها والإشاعات الكثيرة. نرى الآن الشمس بدأت تغيب فعليا في أعلى الجبل مثل ما نشاهد الآن عن قرية وكان التي تقع خلف الجبل، أتوقع ربع ساعة بالكثير وتكون الشمس غايبة عن هذه القرية، ولكن فعليا الشمس ما زالت في كبد السماء خلف الجبل. إذا كيف يصومون أهالي هذه القرية؟ نرجع بعد قليل إلى أهاليها ونسألهم ونأخذ الجواب منهم بالضبط. قطعنا لحد الآن 400 عتبة صعودا مع هذا الفلج اللي يمشي، باقي 300 عتبة إن شاء الله نصل إلى الهدف بإذن الله. والله اللي توهق صعدت ما عرفت تنزل. ها طيب شوي 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 شوي، بسم الله عليك.
هذه هي قرية وكان من أعلى الجبل. نعم غابت عنها الشمس الآن فعليا عن قرية وكان التي لا ترى الشمس سوى 3 ساعات فقط في اليوم. الشمس فعليا كمستوى على مستوى عمان هي خلف الجبل الآن. إذن أهالي عمان الآن التوقيت عندهم عصرا، وأهالي وكان التوقيت عندهم الآن غياب للشمس، لا نقول مغرب، هو غياب للشمس. إذن أهالي وكان يصومون الآن عصرا حسب توقيت غياب الشمس عنهم، أو يصومون مع توقيت عمان الكامل وشبه الجزيرة العربية في خلف الجبل، الشمس في كبد السماء. توقيت صيام أهالي وكان نسمعه الآن من أهالي وكان نفسهم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الوالد؟ تمشينا وصعدنا فوق وصورنا. الآن جايين ناخذ من المغرب ما تفطرون؟ نعم لا. ما تفطرون؟ غيب الشمس من هناك. نعم. يعني ظلت قبل انتم الإسلام. نعم نحل يعني ما تفطرون العصر ابدا. لا العصر ليش نفطر العصر؟ يعني يقولون انكم تفطرون العصر لان الشمس تغيب عنكم بدري. العصر الان غابت الشمس فعليا، غابت عن وكان، ولكن انتم تفطرون فطور عمان كامل والخليج كامل. البنك نحضر عمان كلها غيب تقريبا في لحظة واحدة. نعم. يمكن ما كانت فرق دقيقة، ما كانت فرق 5 مثلا جنوب ربع ساعة مثلا الظاهرة. نعم. 10 دقائق. نعم. الداخلية يمكن دقيقتين. نعم. إذا كل الكلام اللي قيل عن وكان غير صحيح. ما صحيح. الله يجزاك خير الوالد. أحسنت الوالد. السلام عليكم. فما الله. إذن شاهدنا أن كل ما أشيع عن قرية وكان العمانية في بعض الإعلام العربي أنها تصوم فقط 3 ساعات في اليوم هي مجرد إشاعة. وكان تصوم كما يصوم باقي سكان جزيرة العرب. شاهدنا طريقة الغروب، استمعنا إلى شهادات من أهلها. وكان قرية عادية جدا تغيب فقط عنها الشمس أو تشرق عليها الشمس 3 ساعات، نعم، ولكن صيامها صيام عادي جدا. اتركوا هذا كله، وكان قرية جميلة فعلا. سناب شات لا ينقل كل شيء جميل فعلا من باب تجربة.